والله متابعينا الكرام، من جديد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن تدشين برنامج مشاريع البحوث الاستراتيجية وبرنامج بحثي موجه لمعالجة التحديات البحثية ذات الأولوية الوطنية في المؤسسات الحكومية. للحديث عن البرنامج وتفاصيل انضم معنا الفاضل الأستاذ هيثم بن حمد السالمي من المديرية العامة للبرامج وبناء القدرات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. أستاذ هيثم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخ محمد، وأهلا وسهلا بكم ونمسي بالخير لجميع المستمعين. نشكركم على الاستضافة. أهلا وسهلا بك أستاذ هيثم، ونسعد باستضافتك للاستيضاح حول هذا البرنامج. لو تحدثنا بداية عن اهتمام الوزارة بالبحث العلمي والابتكار تعزيز أيضا التميز البحثي. نعم، تهتم الوزارة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وانطلاقا من الرؤية المحددة للوزارة بتوفير تعليم عالي شامل وتعلم مستدام وبحث علمي يقود إلى مجتمع معرفي وقدرات وطنية منافسة، تهتم الوزارة بالبحث العلمي والابتكار كونه من أهم عوامل البناء ويعتبر المحرك الأساسي لنمو واستدامة الاقتصاد المبني على المعرفة، وبالتالي يتم تمكين الباحثين بقدرات وطنية منافسة للوفاء بمتطلبات التغيير المتجددة. نعم. وهذا ما أكده حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه على أهمية البحث العلمي في خطابه السامي بتاريخ 23 فبراير 2020 بأن قطاع التعليم والبحث العلمي والابتكار سوف يكون في سلم الاهتمامات الوطنية، ولربما هي أول مرة يتم في تاريخ السلطنة أن يتم الإشارة إلى أهمية البحث العلمي في النظام الأساسي للدولة. نعم. ولذلك تعمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ممثلة بقطاع البحث العلمي والابتكار على إرساء ثقافة بحثية منتجة تقوم على إجراء البحوث التطبيقية التي تسعى إلى إيجاد حلول مبتكرة للتحديات أو الأولويات التي تواجهها أو التي تتبناها الجهات المشاركة في هذا البرنامج. نعم، لو تحدثنا أستاذ هيثم وتفصل لنا عن فكرة البرنامج وأيضا عن أهم أهدافه. نعم، برنامج مشاريع البحوث الاستراتيجية يعتبر نسخة محدثة لبرنامج المنح البحثية الاستراتيجية التي اعتمدت أولى برامجه في عام 2010 وضم عدد من البرامج البحثية، ولذلك فإن البرنامج مشاريع البحوث الاستراتيجية بالشكل المطور أو الحالي يعتبر استكمال البرامج الاستراتيجية السابقة، وهو يعتبر أحد أهم برامج دعم وتمويل المشاريع البحثية. وهذا البرنامج هو نتاج تعاون فعال وشراكة مستدامة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ومختلف الجهات الحكومية المشرفة على المجالات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، والتي تقوم بعرض أولوياتها البحثية على جميع الباحثين. نعم. ولذلك فإن هذا البرنامج هو يعني بشكل أساسي موجه إلى مؤسسات القطاع الحكومي، لأنه يخدم التوجهات الاستراتيجية لهذه المؤسسات ويركز على الأولويات الوطنية بما ينسجم مع رؤية عمان 2040. نعم. والتي من المتأمل أن يكون نتائج ومخرجات هذه المشاريع الممولة في البرنامج عاملا مهما في صياغة القرار المبني على الأدلة العلمية وبالتالي رفع الكفاءة والإنتاجية. نعم، الدليل الاسترشادي أستاذ هيثم للبرنامج لو تحدثنا عنه وأيضا كيف يمكن الاستفادة منه. نعم، الدليل الاسترشادي لبرنامج مشاريع البحوث الاستراتيجية تم تطويره السنة الماضية وتم اعتماده مؤخرا ولله الحمد، وتم أيضا تدشينه في الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ويشتمل على جميع التفاصيل التي يحتاجها الباحث الرئيسي من بداية تقديمه للمقترح البحثي وحتى انتهاء المقترح البحثي. على سبيل المثال يتضمن الدليل الاسترشادي على أهداف البرنامج، المتطلبات العامة للبرنامج، آلية سير عمل البرنامج، وكذلك الاشتراطات المالية مثل نسبة المساهمة من كل جهة وبنود الموازنات للمشاريع البحثية وكيفية المناقلات بين المشاريع، بالإضافة إلى مؤشرات الأداء للمؤسسة الشريك الرئيس ومهام واختصاصات أعضاء اللجان التي يتم تشكيلها في هذه الوزارات، وكذلك مهام نقاط الاتصال البحثي والمالي في المؤسسات البحثية المشاركة. جميل، الاشتراطات المالية أستاذ هيثم في البرنامج التي أكيد مهمة للوصول إلى الجودة المتوقعة. نعم،
هي الاشتراطات المالية. هذا البرنامج سميناه ببرنامج مشاريع الحوت الاستراتيجية، وهو مبني على موضوع التمويل التشاركي بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وأيضا المؤسسات المتبنية لهذه المقترحات البحثية أو لهذه الأولويات البحثية، فيكون بنظام التمويل التشاركي بين هذه المؤسستين، ويوجد أيضا مسار واحد لتقديم هذه المقترحات البحثية، حيث أنها تقوم المؤسسة الشريك الرئيس بعرض الأولويات البحثية في النظام الإلكتروني أو المنصة الإلكترونية لتقديم المقترحات البحثية، ويتم التنافس عليها من جميع المؤسسات المشاركة. ولكن إدارة هذا البرنامج أو المشروع أو الأولويات يعتمد على الجهة التي تستضيف هذا البرنامج. على سبيل المثال، إذا قلنا وزارة الصحة تعطي بعض الأولويات البحثية التي يتنافس عليها الباحثين من جميع المؤسسات الأكاديمية والبحثية سواء المحلية أو الدولية، وبالتالي يتم إدارة هذه المشاريع من البداية حتى النهاية، الإدارة المتكاملة لهذه المشاريع عن طريق وزارة الصحة، وبالتالي يتم تحديد الحصة المالية، أعلى نسبة لتمويل هذه المشاريع البحثية من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار هي 50%، أي ما يعادل يعني بما لا يتعدى 50,000 ريال عماني لكل مشروع بحثي. وتقوم الجهة المشاركة أو ما نسميها الشريك الرئيس في هذا الموضوع بتمويل الحصة المتبقية من التمويل، أو بدفع مصاريف الحصة المتبقية من التمويل، سواء التمويل كان تمويلا ماديا أو عينيا. نعم، المنصة. طيب، بالنسبة للمنصة الإلكترونية، لو تكلمنا عن فكرتها للبرنامج. نعم. أستاذ هيثم، تكلمنا عن فكرة المنصة الإلكترونية. نعم، المنصة الإلكترونية هي تم إنشائها لاستقبال المقترحات البحثية. نعم. من البداية إلى النهاية، وهي بشكل مفصل يقوم الباحث الرئيسي بتسليم المقترح البحثي له عبر المنصة الإلكترونية. وبالتالي يقوم نقطة الاتصال البحثي بالمؤسسة الشريك الرئيس، بمؤسسة الشريك الرئيس بتقييم هذا المقترح البحثي، ويمر بسلسلة من الإجراءات التقييم، وبعد ذلك يتم إرسال هذا المقترح البحثي إلكترونيا بشكل إلكتروني متكامل إلى المقيمين سواء محليين أو دوليين. وفي الخطوة الأخيرة يتم اعتماد هذه المقترحات البحثية اللي يتم تقديمها عن طريق لجنة مشكلة. هذه اللجنة تكون مشكلة في مؤسسة الشريك الرئيس، وتكون مشكلة يعني عن طريق قرار من رئيس الوحدة في مؤسسة الشريك الرئيس، وتضم أعضاء يحملون مؤهلات أكاديمية ومؤهلات أكاديمية عليا، وكذلك عندهم من الخبرات العلمية والعملية ما يتناسب مع وضع المقترحات البحثية ومراجعتها وتقييمها وفرض المقترحات البحثية. نعم. بالنسبة أيضا للاستعلانات التحضيرية وورش العمل السابقة في البرنامج، ماذا عن تفاصيلها أستاذ هيثم؟ نعم، هي الفترة الماضية تم عقد كثير من ورش العمل أو حلقات العمل. الفترة الماضية نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة بالمديرية العامة للبرامج وبناء القدرات حلقات عمل في الفترة الماضية، وآخرها كان حلقة العمل الثانية عبر الاتصال المرئي، وكانت هدفها التعريف بالمستجدات وتطورات ضمن هذا البرنامج، وشاركت فيها جميع المؤسسات البحثية الحكومية، على سبيل المثال للحصر وزارة الصحة، وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وزارة النقل والاتصالات تقنية معلومات، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة التربية والتعليم، وزارة الثقافة والرياضة والشباب، وهيئة البيئة. بالإضافة إلى تم الدعوة كذلك جميع حلقات الاتصال بالمؤسسات الأكاديمية والباحثين من حملة الدكتوراه وغيرها من الجهات المعنية للمشاركة في هذه حلقة العمل، لتشجيعهم على تقديم مقترحات بحثية متى ما تم عرض الأولويات البحثية من مؤسسات الشريك الرئيس، بإمكانهم منهم يقدموا على هذه المقترحات. نعم. البحثية. أنا أشكرك أستاذ هيثم على هذه الإيضاحات المهمة والقيم والمفصلة كذلك، ونتمنى لكم التوفيق بإذن الله تعالى. أستاذ هيثم بن حمد السالمي، المدير العام للبرامج وبناء القدرات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفقكم الله أستاذ هيثم، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لكم، بارك الله فيك. الله يحفظك، شكرا جزيلا.